حديثنا اليوم عن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، وأحب الرجال إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لقب بالصديق لصدقه وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في هجرته إلى المدينة المنورة، وقد شهد جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل إسلامه غير مقتنع بعبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع بشيء، وكان دائم التفكر في هذا الكون الفسيح وكثير التساؤلات حول جماله وإبداع خالقه. وكانت علاقة أبي بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام قوية، وكان يصدقه بجميع أقواله، فعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر في دين الإسلام دون تردد أو خوف، وكان أول من آمن من الرجال، وقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا كبيرا لإسلام صاحبه. كما أن أبو بكر الصديق كان يعرف بالحب الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم، ففي يوم الهجرة عندما بلغ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ينوي مرافقته في هجرته، فرح فرحا شديدا حتى بكى فرحا. وقالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ولأبو بكر ثبات عجيب وشجاعة عندما علم بوفاة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ذهب وخطب بالناس قائلا: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وكان لهذا الحديث أثر كبير في ثبات الناس على الإسلام. وفي السنة الثالثة عشرة للهجرة مريض أبو بكر الصديق مرض الموت بعد فترة وجيزة من استلامه للخلافة. وقد وردت في أسباب وفاة أبي بكر الصديق العديد من الروايات، واختلف أصحاب السيرة في سبب وفاته، ومنهم من قال أن السم هو السبب وفاة أبي بكر الصديق، رحم الله خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.